إذا كنت سمعت جيدا قال عليه في النهاية مرسنار ميدو، مرسنار يعني كلمة ثقيلة، كلمة كبيرة بالعربية، يعني كان ترجمة صاحب مرسنار مرتزق، مرتزق مرتزق، وكانوا يجري وراء الأموال ويجري وراء المصالح الشخصية أكثر من فيونس. يحكي بها روتان، تحسوا داي 4 ليكوب دي موند، 7 ليك دي شامبيون، 18 بالون دور، سنيك جيروم روتان من حقه يتكلم ميدو. ماشي بهذه الطريقة، كارثي هذا محمد، ماشي بهذه الطريقة. عاد صريح جد كارثي هذا محمد، روتان لعب في مستوى ما، لكن باش يتكلم بهذه الطريقة وباش ماشي المرة الأولى، ماشي المرة بريكولا حسين، هذا بارابور مع ميسي كي تحطهم في النيفو. نقولوا لعب في فرنسا، شو لعب في فرنسا هذا شيء آخر. محمد احنا قلنا بأنه من حقه يتكلم، من حقه لاعب كرة قدم، من حقه يحلل محمد، من حقه يحلل، راهو عنده حصة يعني، ماشي شرط لازم تفوز بكأس العالم حتى تجي البلاطو تحلل. راهو محمد محلل في حصة ما، في هذه الحصة تاعو بالاسم تاعو، تحلل باحترام، تتحدث باحترام، لكن هذه الكلمة ما تتقالش للاعب مثل ليونيل ميسي. هذا خطأ محمد في الكلام اللي تكلمه، خطأ جد كبير. انت باش تتكلم على ليونيل ميسي وتقول عليه مرتزقة، ولا تقول عليه اللاعب اللي يسعى وراء المال، الكل في هذه الدنيا الناس يعني تعمل كاين مقابل محمد. وليونيل ميسي باش انتدبوه فريق بي اس جي، لقاو فيه عدة اشياء اللي تسمح لهم باش يتقدموا في المستوى. ليونيل ميسي ليس لوحده محمد راح يفوز بالكؤوس ولا ولا يقدم الاداءات الكبيرة، لكن هنا نشوفوا في الكلام تاع جيروم روتان خطأ فادح محمد. نعم أمين. نار شوف، هو من حقه كما على بالنا كاع روتان يناصر فريق بي اي جي، وكان لاعب قادم في البي اي جي. أنا نقول كاين طريقة ثانية اللي تهضر على ميسي، أنا نقول باللي ما تقدرش ميسي يكون مرتزقة، هو اللي يتحصل على أموال كبيرة، عنده الدخل ديالو من أكثر الدخل في العالم في، في الرياضة على اسمه على قائمة الرياضيين. نقول باللي ميسي هاك شوف لاعب خالق، اليوم طلب الاعتذار وكان قادر ما يديش الاعتذار كما قلت انت يا باسكو اسمه ميسي، اليوم بين باللي وكونطرا يمد صوره جميله لروحه، وثاني مام غدوه ان شاء الله يشوفوه بانيش انا الاطفال ولا نعم هاك شفت هذه وكونطرا تمد ايماج شابه، يقول لك باللي ميسي راه طلب الاعتذار وميسي يقدر يغلط ونورمال، هذا ما كان ميساج يعطيك الصحة. نعم، ليونيل ميسي يبقى الهداف التاريخي للدوريات الكبرى في موسم واحد. أعطينا صورة من فضلك، هذا هو ليونيل ميسي الذي سجل 50 هدف في موسم كان روتان ماشي بالمورتويرا 51 هذا واش من الموسم ذكرني ميدو؟ موسم 2011-2012، موسم 2011-2012 لذلك الموسم باحتساب كل منافسة سجل 67 هدف، وفي هذيك السنة الميلادية ماركا 91 هدف. لو كنت رحت حوس جيروم روتان شحال بيت ماركا في عام 2000؟ كاين تصريح مثير آخر حول ليونيل ميسي، ما لحقوش 45. كاين تصريح آخر مثير حول ليونيل ميسي، نستمع إليه ثم نتعرف عن الشخص الذي يتحدث. Lo voy a decir muy muy cortito y que nadie se moleste pero que lo entienda todo el mundo. A ver, un respeto a su santidad Leo Messi. Que una media, ¿vale? Una media de Leo tiene mucha más importancia y mucha más historia que no sé cuántos años tenga el Paris Saint-Germain, ¿vale? Así que un respeto. ¿Cómo que sancionarlo, ni sancionarlo, ni sancionarlo? Pero usted... من هذا ميد؟ كريستوفر سوريا، واحد من هو صحفي اسباني وكان هو مشجع لنادي اشبيليا. نعم، وعمل حتى ديليغادو يعني في نادي اشبيليا، لكن هو من اكبر المعجبين بليونيل ميسي. كان تحدث قال لهم جورب واحد من ميسي اكبر من تاريخ باريس سان جيرمان، كيف لكم ان تعاقبوا؟ هل تعتقد بان اداره باريس سان جيرمان الان ستمضي قدما في تنفيذ هذه العقوبة بعد اعتذار ليونيل ميسي؟ نعم أو لا؟ راح يكون تردد محمد من جانب الإدارة، تعاقبه أم لا؟ نعم أو لا؟ شوف راح تكمل في العقوبة محمد. نعم، تواصل في معاقبة ليونيل ميسي، تتراجع أم تواصل؟ أنا أقول تتراجع. تتراجع عن معاقبة ليونيل ميسي؟ تواصل ما دام اللاعب لن يجدد في باريس سان جيرمان مهما حدث. اكيد تواصلوا، حبوا هذاك شو ميدياتيك بلي سيت اون ادمينستراسيون كي تري تري فورت.
نعم. الوغ كان دوني ان كلوب بين يدين طفل في عمره 24 سنه اللي هو كيليان مبابي. القضيه اخذت ابعاد في الوسط خاصه في الوسط الرياضي لفريق باريس سان جيرمان. المناصرين نشوفوا كيفاش كانت رده فعلهم محمد. الشيء يعني اللي راح يقلل من الغضب تاعهم اللي راح يمتص الغضب تاعهم هو الاكمال في هذا الشيء. شفنا لا دانيير فو انا شفت في ليكيب تي في بابا يوم الخميس يوم الاربعاء او الثلاثاء ما دوك لي كرونيك وهكذا كانوا وقفوا كاع مع ميسي قال لك ماشي هكذا ماشي بهذه الطريقه اللي تهضر على المعامله تهضر مع ميسي هكذايا. قال لك كاين طريقه اللي هذا ميسي قال لك جامي سمعنا عليه باللي دار حاجه ماشي مليحه في كره ولاعب منضبط الحقيقه صح فهمت وهذه نعم. الحاجات تقدر تغلط فيهم. اذا كنت سمعت جيدا قال عليه في النهايه مرسنار ميدو مرسنار يعني كلمه ثقيله كلمه كبيره بالعربيه يعني كان ترجم الصاحب مرسنا مرتزق 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 وكانوا يجري وراء الاموال ويجري وراء المصالح الشخصيه اكثر من كونفيونس يحكي بها روتان تحسوا داير ربعه ليك وبدي موند سبعه ليك دي شامبيون 18 بالون دور سنيك جيروم روتان من حقه يتكلم ماشي كارثي هذا محمد ماشي بهالطريقه عاد تصريح جد كارثي هذا محمد روتان لعب في مستوى ما لكن باش يتكلم بهذه الطريقه وباش ماشي المره الاولى ماشي بريكولا حسين هذا بارابور مع ميسي كي تحطهم في النيفو نقولوا لعب في فرنسا شو لعب في فرنسا هذا شيء اخر محمد احنا قلنا بانه من حقه يتكلم لاعب بكره قدم من حقه يحلل محمد من حقه يحلل راهو عنده حصه يعني ماشي شرط لازم تفوز بكاس العالم حتى تجي البلاطو تحلل يعني صح راهو محمد محلل في حصه ما في هذه الحصه تاعه بالاسم تاعه تحلل باحترام تتحدث لكن هذه الكلمه ما تتقالش للاعب مثل ليونيل ميسي هذا خطا محمد في الكلام اللي تكلمه خطا جد كبير انت باش تتكلم على ليونيل ميسي وتقول عليه مرتزقه ولا تقول عليه اللاعب اللي يسعى وراء المال الكل في هذه الدنيا الناس يعني تعمل كاين مقابل محمد وليونيل ميسي باش انتدبوه فريق بي اس جي لقاو فيه عده اشياء اللي تسمح لهم باش يتقدموا في المستوى ليونيل ميسي ليس لوحده محمد راح يفوز بالكؤوس ولا ولا يقدم الاداءات الكبيره لكن هنا نشوفوا في الكلام تاع جيروم روتان خطا فادح محمد. نعم امين. نار شوف هو من حقه كما على بالنا كاع روتان يناصر فريق بي اي جي. لاعب لاعب قادم في البي اي جي انا نقول كاين طريقه ثانيه اللي تهضر على ميسي انا نقول باللي ما تقدرش ميسي يكون مرتزقه هو اللي يتحصل على اموال كبيره عنده الدخل ديالو من اكثر دخل في العالم في, في الرياضه على اسمه على قائمه الرياضيين. نقول باللي ميسي هاك شوف لاعب خالق اليوم طلب الاعتذار وكان قادر ما يديش الاعتذار كما قلت انت يا باسكو هو اسمه ميسي اليوم بين باللي وكونطرا يمد صوره جميله لروحه وثاني مام غدوه ان شاء الله يشوفوه معليش انا الاطفال ولا نعم هاك شفت هذه وكونطرا تمد ايماج شابه يقول لك باللي ميسي راه طلب الاعتذار وميسي يقدر يغلط ونورمال هذا ما كان ميساج يعطيك الصحة نعم ليونيل ميسي يبقى الهداف التاريخي للدوريات الكبرى في موسم واحد أعطينا صورة من فضلك هذا هو ليونيل ميسي الذي سجل 50 هدف في موسم كان روتان ماشي بالمورتويرا 51 هدف هذا واش من الموسم ذكرني ميدو موسم 2011-2012 موسم 2011-2012 بذلك الموسم باحتساب كل منافسة سجل 67 هدف وفي هذيك السنه الميلاديه ماركا 91 هدف لو كان تروح تحوس جيروم روتان شحال بيت ماركا في عام 2000 كاين تصريح مثير اخر حول ليونيل ميسي ما لحقوش 45 كاين تصريح اخر مثير حول ليونيل ميسي نستمع اليه ثم نتعرف عن الشخص الذي يتحدث Lo voy a decir muy muy cortito y que nadie se moleste pero que lo entienda todo el mundo A ver un respeto a su santidad Leo Messi que una media, ¿vale? Una media de Leo tiene mucha más importancia y mucha más historia que no sé cuántos años tenga el Paris Saint-Germain, ¿vale? Así que un respeto. ¿Cómo que sancionarlo, ni sancionarlo, ni sancionarlo? Pero usted... من هذا ميد؟ كريستوفر سوريا واحد من هو صحفي اسباني وكان هو مشجع لنادي اشبيليا نعم وعمل حتى ديليغادو يعني في نادي اشبيليا لكن هو من اكبر المعجبين بليونيل ميسي كان تحدث قال لهم جورب واحد من ميسي اكبر من تاريخ باريس سان جيرمان كيف لكم ان تعاقبوا؟ هل تعتقد بان اداره باريس سان جيرمان الان ستمضي قدما في تنفيذ هذه العقوبة بعد اعتذار ليونيل ميسي
نعم او لا؟ راح يكون تردد محمد من جانب الإدارة، تعاقبه ام لا؟ نعم او لا؟ شوف راح تكمل في العقوبة محمد. نعم لك. تواصل في معاقبة ليونيل ميسي، تتراجع ام تواصل؟ انا نقول تتراجع. تتراجع عن معاقبة ليونيل ميسي؟ تواصل ما دام اللاعب لن يجدد في باريس سان جيرمان مهما حدث. اكيد تواصلوا حبوا. نعم. هذاك شو ميدياتيك بلي سي اون ادمينستراسيون كي تري تري فورت. نعم. الوغ كان دوني ان كلوب بين يدين طفل في عمره 24 سنه اللي هو كيليان مبابي. القضيه اخذت ابعاد في الوسط، خاصه في الوسط الرياضي لفريق باريس سان جيرمان. المناصرين نشوفوا كيفاش كانت رده فعلهم محمد. الشيء يعني اللي راح يقلل من الغضب تاعهم، اللي راح يمتص الغضب تاعهم، هو الاكمال في هذا الشيء. شفنا لا دانيير فوا، انا شفت في ليكيب تي في بابا يوم الخميس يوم الاربعاء ولا الثلاثاء، ما دوك لي كرونيك وهكذا كانوا وقفوا كاع مع ميسي، قال لك ماشي هكذا، ماشي بهذه الطريقه اللي تهضر على المعاملات، تهضر مع ميسي هكذايا. قال كاين طريقه اللي هذا ميسي، قال لك جامي سمعنا عليه باللي دار حاجه ماشي مليحه في كره القدم. ولاعب منضبط الحقيقه. صح فهمت. وهذه الحاجات تقدر تغلط فيهم.